بشركة 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية تم تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم اللي تم إقامته في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأهل 30 فريق من مختلف الجامعات المشاركة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه بسنت وبالمشاهدين، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. يعني خلينا نتكلم عن فعاليات الهاكاثون وابرز ما اشتملت عليه الفعاليات. خليني اقول التقنيات الناشئه او الهاكاثون بالتحديد هو زي مسابقه بتحصل بين المبرمجين والكودرز والناس اللي بتعتمد على التقنيات الحديثه بشكل عام. فهمنا اكتر ايه هو الهاكاثون واتكلمنا اكتر عن فعاليات هذه المسابقه. في البداية أستاذة بسنت اسمحي لي إن أنا أبدأ إن في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية بتولي عناية كبيرة لأصحاب الهمم، ومصر بتعتبر من الدول اللي بيشاد بيها في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. وإحنا في جامعة بنها في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي أطلقها معالي الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور العام الماضي، اللي بيتضمن أحد مبادئها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال. جامعة بنها بتنظم هاكاثون الاقتصادات الناشئة لتمكين ذوي الهمم وتحت شعار الوطن بيحتاج لجميع الهمم. الهاكاثون زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذة بسنت هو لقاء بيجمع المبرمجين والمطورين وصانعي المحتوى ومصممي الجرافيك والمهتمين عموما بمجال تكنولوجيا المعلومات حول هدف واحد للوصول لحلول مبتكرة. هو زي كأنه معرض تقني، خلينا نقول تقني فعلا. جامعة بنها بتنظم الهاكاثون ده في الفترة من 11 ل 13 فبراير 2024 بمشاركة زي ما حضرتك تفضلتي 20 جامعة و30 فريق. حقيقي اللي قدموا للهاكاثون ده وسجلوا في دورة، دي الدورة الثالثة يا أستاذة بسنت. جامعة بنها من سنوات عديدة سنة 2022 نظمنا أول هاكاثون للمدن الذكية في العديد من المحاور، وشارك فيه 40 فريق يمثلون 25 جامعة. في 2023 جامعة بنها أيضا نظمت أول هاكاثون للحكومة الذكية بمشاركة 254 فريق من 37 جامعة. السنة دي في 2024 جامعة بنها برعاية كريمة من معالي الوزير وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بوزارة الاتصالات والمتمثل في مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها، بننظم الهاكاثون الثالث للاقتصادات الناشئه لتمكين ذوي الهمم في الفتره من 11 ل 23 فبراير ان شاء الله تعالى. طيب غير جامعه بنها ايه ابرز يا فندم الجامعات اللي شاركت في الهاكاثون؟ احنا عندنا 20 جامعه ما بين جامعه حكوميه وجامعه اهليه وجامعه خاصه، بيتفاوت الفرق المشاركه من جامعه لاخرى. في جامعات بتشارك بثلاث فرق، وفي جامعات بتشارك بفرقتين، وفي جامعات بتشارك بفريق واحد. ابرز الجامعات المشاركه حقيقه يا استاذه بسنت جامعه بنها، جامعه القاهره، جامعه المنصوره، جامعه مطروح، جامعه الاقصر، وغيرها كتير من الجامعات مش هعدد لك. جامعه بورسعيد، جامعه اسيوط التكنولوجيه، جامعه سوهاج، جامعه قناه السويس، وغيرها من الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه. طب والفرق اللي اتاهلت بقى كانت انهي فرق؟ عندنا من كل الجامعات 30 فريق اتأهلوا للمسابقة. في جامعة بنها رصد جوائز مادية للفرق دي على المسارات الثلاثة للهاكاثون. الحقيقة الهاكاثون له ثلاث مسارات: مسار الصحة والرياضة، ومسار التعليم والتوظيف، والإتاحة والترفيه. جامعة بنها من ميزانيتها رصدت 90,000 جنيه مكافآت موزعة على المسارات الثلاثة بواقع خمس جوائز لكل مسار. الجائزة الأولى 10,000 جنيه، والجائزة الثانية 8,000 جنيه، والجائزة الثالثة 6,000 جنيه، والجائزة الرابعة 4,000 جنيه، والخامسة 2,000 جنيه. الحقيقة الهاكاثون ده يا أستاذة بسنت دي فرصة عشان تتكامل كل الأفكار لأولادنا، اللي جامعة بنها حريصة إن يكون أفكارهم موجهة ضمن السياقات الصحيحه اللي بتخدم المشاريع القوميه ورؤيه مصر 2030، خصوصا للمبتكرين والنوابغ من ولادنا من المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى. طيب وايه الشروط اللي تم وضعها للمشاركين في فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئه؟ حقيقة لما بنشوف ان الشروط مش تخصص علمي على قد ما الاهتمام بمجال ومحاور الهاكاثون. عشان كده شارك لما فتحنا التسجيل 190 فريق من 30 جامعه، ولما الخبراء والمهتمين ابتدوا يصنفوا الافكار المسجله دي كانت المحصله النهائيه للفرق المتاهله
30 فريق من 20 جامعه. طيب وايه الاهداف العامه بقى اللي بتستهدفها فكره تدشين هاكاثون التقنيات الناشئه لتمكين ذوي الهمم؟ حقيقي احنا بنحاول نستثمر في افكار ولادنا، ونحاول ان يطلع من الافكار دي نماذج اوليه نقدر ان شاء الله احنا وشركاء النجاح نسوق لها، ويطلع منتج حقيقي وشركات ناشئه على تلك التطبيقات اللي هينتج عنها هذا الهاكاثون. طيب حضرتك اتكلمت عن الجوائز الماديه، هل في محفزات خلينا نقول عينيه للفائزين، او انه كمان تشجيع يمكن في السنين الجايه؟ حضرتك قلت دي ثالث دوره، انه في يبقى في رابع وخامس دوره كمان تشجيع طلبه ان هم في المستقبل يمكن يشاركوا في هذا الهاكاثون؟ طبعا احنا بنوفر كافه الامكانيات اللازمه لانجاح الهاكاثون، من امور لوجستيه للفرق المختلفه، وبنساعدهم فنيا واداريا لان شاء الله تعالى ينفذوا افكارهم دي ومشاريعهم من خلال الامكانيات المتوفره في مركز ابداع مصر الرقميه بجامعه بنها، ومن خلال التعاون الاستراتيجي اللي مع الاكاديميه الوطنيه لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوي الهمم بوزاره الاتصالات. احنا بنشكرك يا فندم، كل الشكر ليك دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعه بنها، والف مبروك ل 30 فرقه اللي فايزوا في هذا الهاكاثون.